يوم القيامة هنالك حر، حر شديد لا يمكن أن نتصور. هذه الشمس المحرقة تجي على مقدار رأس رمح من الأفراد. هاي الشمس بهذا البعد ماذا تصنع بنا؟ فكيف إذا كانت على رأس رمح أو ما يقارب هذا المقدار؟ هناك الناس ما إلهم ملجأ، ما إلهم ظل. هناك بعد واحد ما يتمكن يبني ملجأ. يوم القيامة الآخرة مو مكان البناء، هنا مكان البناء. إذا واحد يريد أن يظل محفوظا في ذلك اليوم، هذا الحديث يشير إلى ذلك. الحديث يقول: المرء تحت ظل صدقته يوم القيامة. هذه الصدقة اللي أعطيتها في هذه الدنيا، هذا المشروع الخيري الذي أقمته، مثل البيت اللي تبني، تبني البيت ثم تأوي إليه. الإنسان الذي يعمل خيرا في هذه الدنيا، إنفاق لفقير، مشروع من المشاريع الخيرية، مسجد من المساجد، حسينية من الحسينية، هذا يكون ظلا له في يوم القيامة. المرء تحت ظل صدقته يوم القيامة.